السلام عليكم المتبعات ديالي الاوفياء العزاز الغالين، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين بزاف؟ كي تدوزوا الايام من ورا رمضان؟ راكم مزيانين؟ ايوا اليوم فوق جديد ونهار جديد، وجيت خرجت لهاد البلاصه هادي اللي ديما تنجي ليها قريبه للمدرسه ديال ولدي، قلت علاش ما نشاركش معايا المتبعين ديالي لهذا الجو الزويون. هانتوما المتبعين، الدنيا بدات تزيان والما بدا تيحلى، الما بارد، وسمحوا لي الا هضرت معكم بهذا الصوت، راه قلت لكم راه ضاربني البرد. لا ديك الزريعه اللي كتنجي لي ندي منها السبول وصوت من هذاك الشيء تبندخ كرمات مسكينه، ها هي وباقي ما حظوهاش. وجات في هاد البلاصه زوينه ما شاء الله ما شاء الله، ها هي. والله الا قلت والله تنشارك مع المتبعين ديالي العزاز، ها هي ما شاء الله. صافي الحصاد دابا وراه كرمات بزاف كاع، ها شوف شنو المتبعين بلات قاصحة، باقي ما حازينا ما والو. هيك انا تيعجبني هاد الشيء الاجواء، هيك انا نباتية تيعجبني داك الشيء النباتي كله. شكرا ديرينا سي ديرينا على ثلاثة المرات، ها هي باقي فيها شي حاجه الزبول الخضراء، ولكن عيش شويه ماشي بزاف. ايوا التحيات للميمات ديالنا والابوات ديالنا، والله يشوف فيهم. والتحيه للمتبعات ديالي الاوفياء، ومرحبا بالجداد ومرحبا بالقدام، مرحبا باللي دخلوا عندي جداد، راه دخلوا عندي متبعين جداد. ما تنساوناش ديروا لينا جيم والدعم. هانتوما المتبعين ديالي، شوف ما عرفتش هذا المشمش ولا ما عرفت، والله ما عرفت هذا شنو، ماشي مشمش لا سمعتوا باقي لا مشمش، المهم باقي ما طايبش كلشي. هذا الشيء دايرينه هنا في هاد الباركي هذا غزال وكبير ومزيون كلشي فيه، ها هو المشمشة باقي ما طايبش. شفتو المتبعين ديالي، ودابا كاينين صحاب ولدينا تيلعبو في هاد البلايص هادو. إيوا قلت أنا نشارك مع المتبعين ديالي هاد لا ماشي مشمش هذاك، ما عرفت ها هو المشمش وقيلا هو هذا، ها هو باقي ما طايبش غزال داكشي ما شاء الله. الله يكمل الله يكمل المتبعين ديالي، ما بقى لي نودعكم، تهلاو ليا فروسكم وبسلامه عليكم. فيديو اخر ان شاء الله، يلا مع السلامه.